الرئيس النمساوي يقر بخطأه في تقدير حجم بوتين. مستشار النمسا وألمانيا لجوزيب بوريل بعد انتقاده إسرائيل لا تتحدث باسمنا. ارتفاع جديد في التضخم وعجز الميزانية يتجاوز معاهدة ماستريخت. الجيش النمساوي يجري أضخم مناورة له في 10 سنوات. والبرلمان يقر ضريبة الشقق الفارغة بأغلبية دستورية. وأخيراً العثور على جثة متحللة ومقطوعة الرأس في قبو بناء بفيينا. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. اعترف الرئيس النمساوي ألكسندر فاندا بيلن بخطأ تقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة حديثة مع مجلة دير شبيغل الألمانية. واعتبر فاندا بيلن أن تقديراته كانت خاطئة تماما، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن يكتفي بوتين بضم القرم فقط، ووصف بوتين بأنه عدواني يعيش في القرن 18، وأشار إلى ضرورة توحيد الاتحاد الأوروبي وتطوير سياسته الخارجية والدفاع المشتركة. ودعا فاندا بيلن إلى تعزيز هوية الاتحاد الأوروبي وتعلمه كيفية الدفاع عن مصالحه بفاعلية. واجه كلا من المستشار النمساوي كارل نيهاما والألماني أولاف شولتز مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بعد انتقاده لإسرائيل في الأشهر الأخيرة بشأن الحرب في غزة. ونقل موقع بوليتيكو عن مصادر مطلعة أن الاثنين أبلغ بوريل بأنه لا يتحدث باسم بلديهما في هذا الشأن، ويأتي ذلك في وقت تدهورت فيه العلاقات بين ألمانيا وبوريل. وعبر بوريل عن انتقادات حادة لسياسة إسرائيل، معتبرا أن الوضع في غزة في حالة مجاعة غير مقبولة، واتهم إسرائيل باستخدام الجوع كسلاح في الحرب. ارتفع معدل التضخم في النمسا إلى 4.1% في مارس مقارنة ب 4% في الشهر السابق، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء النمساوي. وارتفع متوسط مستوى الأسعار بنسبة 0.5% مقارنة بفبراير، وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الغذائية بطيء، بينما كانت الأسعار للكهرباء والوقود تأثيرا تصاعدي على التضخم. وتوقعت هيئة الرقابة المالية عجزا في الميزانية النمساوية لعام 2024 بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة الحد الأقصى المسموح به بموجب معاهدة ماستريخت البالغ 3%. تشهد منطقة جراتس في يونيو أكبر مناورات للجيش النمساوي هذا العام بمشاركة حوالي 7000 جندي وجندية في درع 24. وتشمل المناورات استخدام 45 مركبة مدرعة و15 طائرة، وذلك بهدف تحسين التعاون مع الشركاء الدوليين في حالات الطوارئ. وتستمر المناورات من 10 إلى 21 من يونيو، ويتمركز المشاركون من ألمانيا والسويد وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك في ولايات أخرى، بينما سيكون هناك حوالي 4000 جندي في إشتايامارك. وتعد درع 24 المناورة الأكبر في النمسا منذ 10 سنوات. أقر البرلمان النمساوي بأغلبية دستورية فرض ضريبة على الشقق الفارغة من قبل الولايات، وذلك لتوسيع نطاق تطبيق الضريبة التي كانت تفرض في معظم الولايات. وأعرب حزب الخضر عن سعادته بالقرار، فيما شدد حزب الشعب النمساوي على أنه ذلك لا يمثل فرض ضريبة جديدة بل تعديلا على الصلاحيات من جهته. عارض حزب الحرية القرار بشدة، معتبرا أنه يمثل انتهاكا لحق الملكية. وأعرب حزب الجدد عن استيائه، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل تدخلا في الدستور مما سيؤدي إلى تداخل في الصلاحيات.
عثر عمال بناء في فيينا على جثة متحللة داخل كيس بلاستيكي ومقطوعة الرأس في قبو مبنى سكني بحي مارغريتن. وقالت الشرطة أن الجثة كانت في حالة تحلل شديدة، مشيرة إلى وجودها منذ فترة طويلة، حيث تم اكتشافها أثناء أعمال الحفر بعد أن فاحت رائحة كريهة، وتم نقلها إلى معهد الطب الشرعي، حيث باشرت الشرطة بالتحقيقات مع وجود شبهة جنائية، ولم تكشف أي معلومات عن هوية الضحية أو سبب الوفاة، أو حتى إن كانت تعود لامرأة أو رجل. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.